إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا، وأرفعهم وأجلهم عند الله تبارك وتعالى منزلة وقدرا، نبي رفع الله له قدره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله تبارك وتعالى وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بالتقوى، وأن تستمسكوا من الله تبارك وتعالى بالعروة الوثقى. اللهم اجعلنا ممن يخشاك، اللهم مكن للتقوى في قلوبنا واجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم آمين. معاشر الأحبة، جاء في صحيح السيرة النبوية المطهرة أنه عليه الصلاة والسلام بعث برسائل إلى الملوك والزعماء والحكام الذين كانوا موجودين في أيام بعثته صلى الله عليه وسلم، بعث إليهم برسائل يدعوهم فيها إلى الله تبارك وتعالى، يدعوهم فيها إلى الإسلام، يدعوهم فيها إلى أخلاق الإسلام، يدعوهم فيها إلى رحمة الإسلام، يدعوهم فيها إلى عدل الإسلام. كان عليه الصلاة والسلام يكتب في هذه الرسائل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى فلان ابن فلان، سلام على من اتبع الهدى. ثم يبين له التعاليم والأخلاق التي جاء الإسلام بها. وكان من جملة من بعث النبي صلى الله عليه وسلم له رسالة في زمانه كسرى ابن هرمز زعيم الفرس، بعث النبي صلى الله عليه وسلم له كتاب، أخذ كسرى الكتاب، ثم لما قرأه في بداية قراءته للكتاب غضب وشق الكتاب نصفين، مزق الرسالة التي كتبها نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم، مزق الخطاب الذي بعثه رسول رب العالمين جل جلاله، مزق الخطاب ورماه في الأرض. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا، غضب غضبا شديدا، وقال عليه الصلاة والسلام: مزق الله ملكه كما مزق الخطاب. وفي رواية: اللهم مزق ملكه. استجيبت هذه الدعوة، تمزق الملك. أي نعم أيها الأحباب، حينما تتجرأ لتتعدى على خطاب وكتاب بعثه رسول رب العالمين، تتجرأ عليه وتقوم بتمزيقه، ليس أقل من أن يدعى عليك بتمزيق ملكك وانتهاء دولتك وزوال أفكارك واستئصال شعفة أصحابك ومناصريك. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يغضب إلا لله تبارك وتعالى. كانت هذه رسالة مفادها المقدسات خط أحمر. إذا كان هذا هو الحال والواقع أمام من تعدى على خطاب رسول رب العالمين، فكيف بمن تعدى
على كلام رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالأول يمزق المصحف ويرميه، والثاني يمزق المصحف ويرميه ويدوسه بأقدامه النجسة، والثالث يحرق المصحف على مرأى ومسمع من السلطات التي هو فيها. هذه الأحداث أيها الأحباب في أسبوع واحد. نحن نعلم بأن العداء على الإسلام في الماضي والحاضر موجود، والحرب على هذا الدين والصراع بين الحق والباطل قائم، وبين الفين والأخرى يقومون بالأشياء التي يقيسون بها معيار هذه الأمة توحدا من التوحد والتفكك والاجتماع حول القضايا الكبرى من عدمه. هذا نعلمه، هذا معروف، لكن لماذا باتت هذه الحملات على المقدسات منظمة وممنهجة ومرعية من المؤسسات ومن الدول ومن القيادات؟ هذا الآن أصبح حديث المسلمين في قارات العالم الست. لماذا أصبح التجرؤ على مقدساتنا يتكرر بشكل كثير جدا في الآونة الأخيرة؟ في الأول طعنوا في الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم طعنوا في مقدساتنا في مساجدنا وتعدوا عليها وعلى حرماتها، واليوم يطعنون في ماذا؟ في الدستور، في الكتاب اللي ما عندناش ما نقابله بشيء غيره في هذا الزمان، في الكلام الذي لا يمكن أن يعدله كلام، في الخطاب الذي لا يمكن أن ترقى إليه خطابات البشر. اليوم طعنونا في القرآن لينظروا هل تتجمع أمة القرآن على القرآن. إذا أردنا أن ننظر ونقف ولو قليلا مع من تجرأوا على ذلك تعرف حقيقة الضعف الذي وصلنا إليه. من تجرأوا علينا هم من سوغوا لأنفسهم عبادة البقر وعبادة الحيوانات بشكل عام أيها الأحباب. اتخذوا من البهائم آلهة، هذا ساجد لبقرة والآخر للخضرة والثالث أكرمكم الله حتى للفضلات، ولم يجدوا غير مقدسات المسلمين ليتجرأوا ويتسلطوا عليها. والآخرين وصلت بهم حضارتهم وأفكارهم وماديتهم وتطوراتهم إلى أن يصوت برلمانهم، ولما نقول برلمانهم يعني النخبة، يعني الأشخاص الذين استطاعوا أن يفوزوا بعلومهم بأفكارهم بمخططاتهم، صوتوا وطبعوا في بلدانهم ما يعرف بتزويج المرأة من المرأة والرجل من الرجل، أو بين قوسين الشذوذ الجنسي. هؤلاء اليوم شغلهم الشاغل هو القرآن الكريم ومقدسات المسلمين، وعلى مرأى ومسمع من العالم، وبحجة حرية التعبير عن الرأي. تخيل أن البلد الذي يجرم فيه حرق شعارات المثلية والأخلاق المنحطة يجرم فيه هذا الأمر، يغض الطرف فيه عن المس بكلام رب العالمين جل جلاله. الإنسانية اليوم ليس لها غير القرآن لتنقذ نفسها من الهلاك. لا أقول المسلمين، لا يوجد كلام على هذه الأرض كما يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله صحيح نسبته إلى السماء إلا القرآن الكريم من ألفه إلى يائه، من الفاتحة إلى الناس، كل ما في هذا الكتاب هو كلام رب العالمين جل جلاله. أمنا نحن على هذا القرآن، لكن شتان شتان بين أمة القرآن وبين القرآن. الفرق بين المشرق والمغرب، أمة القرآن شيء والقرآن شيء ثاني. اليوم القرآن هو اللي واقف في الساحة، والسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بأخلاقه التي هي انعكاسات عن القرآن هي الموجودة في الساحة. لذلك جعلوا من الإسلام هو العدو الأول،
حتى يمرروا أفكارهم المشؤومة ويدخلوها إلى ساحات المسلمين، ويدخلوها إلى ساحات المسلمين. التب رقم واحد هي كتاب الله تبارك وتعالى، لأنهم علموا أن لهذا المصحف قوة لا تساويها قوة، ووراءه شيء لم يفهموه، ببساطة لأنه كلام رب العالمين جل جلاله. نصبنا إلى هذا القرآن، فألم يأن الأوان لهذه الأمة، أمة المليار، أن تبرز شيء من هذا الشرف، شرف انتسابها للقرآن، للكتاب الباقي من الكتب السماوية على هذه الأرض، حتى ينقذها من أن تدمر نفسها. إنسانية الإنسان لا يمكن أن تجدها إلا في القرآن، إنسانية الإنسان لا يمكن أن تجدها إلا في أخلاق سيدي ولد عدنان. هذا فهموه وعرفوه، فوجهوا السهام إليه، يريدون محو هذه المقدسات حتى تصبح الطريق معبدة لنشر الأفكار إلى مجتمعاتنا. ولهذا نوجه الخطاب في أول الأمر إلى أبنائنا وبناتنا، إلى الشباب والشابات، إياكم أن تنخدعوا بالكلمات الرقراقة والعناوين الأخاذة، إياكم أن تقتنعوا وتدخلوا إلى قلوبكم شيء من أصحاب الباطل، ولكم أن تتشرفوا، وأي شرف، وتفرحوا، وأي فرح بانتسابكم للإسلام. والله العظيم الله، لا توجد نعمة أعظم علينا على الإطلاق من نعمة كوننا مسلمين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمة الإسلام وما لها من الفضل والجود والكرم والإحسان. والله الذي أخرج المرأة من ظلمات الجاهلية والانحطاط والتعدي لدرجة أن تدفن وتقتل وهي حية، إلى أن تكون أما وزوجة وعمة وخالة وتوضع على الأكتاف في المحراب، ما أخرج المرأة إلا الإسلام، وما ظهر هذا إلا على يد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وما وجد الشباب فرصتهم لأن يعبروا عن أفكارهم ويثبتوا أنهم قادرين على القيادة إلا تحت راية محمد عليه الصلاة والسلام. هو الذي بعث بمعاذ بن جبل وهو في العشرينات لليمن، وهو الذي اعتمد على الشباب. لماذا؟ لنشر أعظم الأديان على الأرض، ونجحوا فيه. إياكم أن تنخدعوا. لم يعبر المسلمين التعبير السليم الذي جعل الفرصة موجودة لهؤلاء الأفاقين لاختراقكم من خلال نقالات، ومن خلال البرامج، ومن خلال الحديث عن الماديات، أسروا قلوبكم. نعم، لم نعبر عن الإسلام، نعم، لكن القرآن عظيم، الشرف، كل الشرف في القرآن، لا تنخدعوا. هؤلاء يدعون الآن إلى شيء تأباه، تأباه، ترفضه الإنسانية. تخيل برلمان يصوت على تسويق وتطبيع المثلية بين قوسين، هذه أو هذا منتهى ما وصلوا إليه من الحضارة. الآن الإفلاس هذا برهان على وصولهم إلى مرحلة الإفلاس. تريد أن تتأكد من إفلاسهم، من أن حضارتهم غير مربوطة بالجانب السماوي وبالتالي لن تكون كاملة؟ تعال شوف لما يتطور إلى وين يوصلوا البلدان التي وقع فيها التعدي على المصحف. تعال واقرأ الإحصائيات في ماذا تميزت. السويد على سبيل المثال، البلد رقم واحد في العالم في الانتحار. الانتحار هو الذي يعد انعكاس على الأمراض النفسية والاختلالات العقلية والضغوط الحياتية وعدم وجود منفذ للهروب من الحياة إلى الانتحار. هذا في السويد. السويد هي الرقم واحد الآن في أوروبا، كانت الخامس في التصويت البرلماني على الانحطاط، اليوم الرقم واحد في نشر هذه الأفكار الباطلة اللي يبغوا يسوقوها الآن لأبناء المسلمين
والمسلمات. حضارة قالك، أين حضارة؟ هذه حقيقتهم، هذه لغة الأرقام. والموضوع الآن طالما أن وصل في المقدسات وأصبحوا يتجرؤون المرة تلو المرة، نصنع من هذا الليمون شرابا حلوا ونقلب الباطل حقا، وتكون هذه فرصة لتجميع المسلمين مع بعضهم البعض. ولهذا تحركت المؤسسات والأفراد والدول، يعني الحكومات، لتندد بهذا الفعل الشنيع، واتفقوا على ألا تمر هذه الفعلة على الأمة مرور الكرام، كل في مجاله، للدفاع عن الإسلام وعن مقدسات الإسلام. بعضهم أوجب، بعض العلماء والمؤسسات كالأزهر وغيرها، مقاطعة المنتجات السويدية والهولندية. وبعضهم قنن، قال لا، في السويد وفي هولندا مسلمين من السويديين ومن الهولنديين، الإسلام الآن ينتشر، انتشار النار في الهشيم. وهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم، والوعد حق بإذن الله سيتحقق. الإسلام الآن ينتشر، هناك مسلمين عندهم، قالوا لا، المقاطعة الشاملة تتسبب في انهيار اقتصادي يؤذي المسلمين، لكن نحدد المؤسسات والشركات والأفراد بأسمائهم ونقاطع كل ما يأتي منهم، وهذا من باب الإنصاف. هذا البعض دعوا لذلك لأن تكون هناك هبة كاملة لنصرة القرآن الكريم، لنصرة كلام الله تبارك وتعالى. رأيتم كيف النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا لما مزق كسرى ملكه، كتابه، غضب عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشافعي فيما صح عنه نسبته إليه، قال: من استغضب ولم يغضب فهو حمار، أكرمكم الله. إذا أتتك بواعث الغضب إلى عندك ومررت الأمر مرور الكرام، فهذا يدل على أن الأمر ما يعنيك. وإذا كانت قضية الهجوم على المصحف لا تعنينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا دعيت إلى أن تشارك بهاشتاج، برسالة، بصورة مصحف، برفع مصحف، بتظاهرة من أجل مصحف، وسيستها وقلت لا، مدخلين شعبان في رمضان، ألعب لعب بك الشيطان وطلعك برا برا الميدان. هذا اليوم ميدان الجهاد، نحن في بلد المليون حافظ. هذا اللقب سمعناه من غير الليبيين وفرحانين به، وكل ما يطلع ابن من أبنائنا يجيب الترتيب الأول يقولوا غيرنا ما نقدر ننافسه. بلد المليون حافظ، أكرمهم الله تبارك وتعالى بأن جعل القرآن سهلا على ألسنتهم. حفظ القرآن عندنا زي حفظ شراب المي، وهذا واقع، لكن هذا الشعار له ثمن. بلد المليون حافظ، 6 أيام المصحف متعدي عليه، ولا منارة تحركت، ولا مؤسسة تكلمت، ولا مسابقة قامت. منارة الشيخ عبد السلام الأسمر، منارة الدوكالي، منارة الزروق، المنارات اللي كانوا يخرجونا في كل عام 250 إلى 300 حافظ كتاب الله، أين أنتم من الغضب للقرآن؟ مش بلد مليون حافظ، هذه الشعارات خدعتنا. فأصبح الفرح كل الفرح بألقاب ليس لها انعكاسات على الواقع نهائيا. إلى اليوم أحدثكم، لم يحدث في ليبيا شيء، لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى المؤسسات. بالأمس نناشد في الخطباء: تحركوا نتكلم عن القرآن. هذا هو الواقع. إذا مرت علينا هالقضية هذه مرور الكرام، فلنعلم بأن باطلهم بدأ يتسرب إلينا، لأن أول ضربة يريدون أن يضربون بها هي غض الطرف عن تعديهم على القرآن، وسيلحقهم بعد ذلك الدخول لما في القرآن. وهذا حقيقة الأمر، إلى أخلاق القرآن، لتتفسخ المجتمعات الإسلامية عن تعاليم القرآن وعن أخلاق القرآن. فنداء نوجهه اليوم للمشاركة في مثل هذه الأمور. وقد قلت سابقا في خطبة تحدثت عن موضوع مواقع التواصل الاجتماعي بأن الليبيين، الإحصائيات تقول بأن الليبيين اللي يستعملوا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أكثر من 5 مليون، أكثر من 5 مليون فيسبوك، يعني من الآن مفتوح شغال، تجي تتبع الهاشتاجات، وإلا القرآن
ولا يعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الشعارات العالمية تلقاها 250,000 200,000، وين البقية؟ مش ملد المليون حافظ؟ ليس أقل من مليونية الليبيين في نصرة الكتاب المبين، طالما أن المسمى مليونية ليس أقل من مليونية الليبيين في نصرة الكتاب المبين، أفراد ومؤسسات ومنارات وكل من له علاقة بالقرآن يتحرك لنحول كما قلت لكم الباطل حقا، ونرد سحرهم عليهم، ويعلم من خلال الوصول في المقدسات أن الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تعال جمع المسلمين بلغات العالم الست ينادون بهتاف واحد، الكتاب المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس خط أحمر، في إفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا وفي الأمريكتين، في القارات العالم نداء واحد، الكتاب المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بالناس والمتعبد بتلاوته، القرآن الكريم خط أحمر، حتى يعرف هؤلاء وأمثالهم أن الأقلية من المسلمين الموجودة عندهم وراها تريس بالعامية، الأقلية اللي ما احترمهمش في هولندا وما احترمهمش في السويد وراهم مليار يغضبون لغضبهم ويحرقون أنفسهم لحرقهم. فالمقدسات واحدة، هذا أقل ما يمكن نقدمه من الواجبات علينا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرد الأمة إليه مردا جميلا، أن يرد الأمة إليه مردا جميلا، وأن ينصرنا على أعدائنا ويربطنا بمقدساتنا، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة وذنب، فاستغفروه وتوب إليه إنه هو التواب الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واهتدى بهديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، جاء في الخبر عن رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يدعو الله جل وعلا فيها بدعاء إلا استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه، وإنا لنرجو أن تكون هذه الساعة ساعة الإجابة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالي. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اهدنا في، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا بابا للخير إلا فتحته، ولا بابا للشر إلا أغلقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وعنتنا على قضائها وأدائها يا رب العالمين. اللهم وأسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، وبارك في أمة سيدنا محمد، ورد الأمة إليك مردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تكون على من طغى علينا وبغى علينا وتعدى على مقدساتنا. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعداء الإسلام ومن كادوا للإسلام احصهم اللهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام.
اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وثلث بكم معاشر المسلمين من جنه وإنسه، فقال الله ولم يزل آمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.